هذا المعرض راه في إطار النشاطات اللي نظمتها بلدية عنابة احتفاء يوم الشهيد وأسيادنا الشهداء. طبعاً الاختيار كان طبيعي لساحة الثورة لهذا الاحتفال. خرجنا من الأسوار الاعتيادية، ذهبنا للمواطن العنابي للاحتفال معه بهذه المناسبة العظيمة، الاحتفال بيوم الشهيد. المعرض يحتوي على معرض صور شهداء المنطقة وشهداء عنابة، معرض تشكيلي قاموا به الشباب اللي معناتها العمر تاعهم قل من 20 سنه، اللي تحملوا رساله نوفمبر ورساله الشهداء، وقاموا بمعرض تشكيلي ورشه حيه للشهداء، وكذلك مقتنيات تعرض لاول مره لمجاهدين وشهداء، لباسات من وقت الثوره لكي يكون هناك شعور مادي بالاحتفال وبالثوره المجيده النوفمبريه. هذا المعرض ماهوش هو النشاط الوحيد اللي قامت به بلديه عنابه، حيث المراكز الثقافيه ودار الشباب التابعة لبلدية عنابة نظمت برنامج ثري جدا، مسرحيات، عروض فنية، إلقاءات شعرية فيها الأطفال وفيها الشباب، اللي هكذا نرسخوا فيهم القيم تاع نوفمبر والقيم تاع الشهداء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. دوما وتحية الجزائر.